انا في المدينه التعليميه، ده مسجد المدينه التعليميه، ودي بعض المباني الجامعيه، ودي المكتبه، حاجات قويه جدا. لكن لفت انتباهي في كل الحاجات دوت المباني القديمه ديت. دي كانت مباني موجوده ممكن تكون مثلا من 50 60 سنه، وهم بيطوروا المنطقه، دفعوا الناس فلوسها وخلوها موجوده بحيث انها تبقى زي قائمة على الاثار هي بالشكل دوت، تمام. في فكرة المحافظة على الآثار وبناء مباني حديثة، وده اللي بنتمناه لمصر، إن يتعمل طرق ويتعمل كباري ويتعمل كل الكلام دوت، وفي نفس الوقت ما نهدش المقابر ولا المباني الأثرية ولا الحاجات التاريخية. يعني احنا عندنا حاجات اتهدت لها 900 800 سنة، ويعني مقابر يعني المفروض ليها حرمة وحاجات زي كده. الله المستعان.